نعم محمد، يعني في الساعة الأخيرة دوت صافرات الإنذار في منطقة كريات شمونة وتال حاي، وقال الجيش الإسرائيلي بأنه قد رصد إطلاق أكثر من قذيفة صاروخية، على ما يبدو أنها سقطت هذه القذائف في مناطق مفتوحة. لم نشاهد أي تفعيل للقبة الحديدية في منطقة كريات شمونة، ما يعني إما أنها بالفعل سقطت في مناطق مفتوحة أو أنها لم تكن في المجال الذي قد يتم رصده من قبل القبة الحديدية للتصدي لهذه الصواريخ، ولكن لا يتحدثون عن إصابات أو وصول هذه الصواريخ إلى أماكن مأهولة. أيضا يقول الجيش الإسرائيلي أنه في الساعة الأخيرة تم رصد إطلاق قذائف هاون في عدة مناطق، من بينها منطقة شتولة، هذه المنطقة التي شهدت إطلاقا للقذائف الهاون أمس، وأدت عملية الإطلاق إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين. أيضا تقول إسرائيل بأنها تقصف أهدافا تابعة لحزب الله، وتحديدا مخازن للأسلحة وبنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. واليوم منذ ساعات الصباح الباكر بالفعل تم إطلاق هذه الصواريخ على أكثر من موقع إسرائيلي، إن كان في منطقة مسقاف عام، في منطقة شتولة، وفي مناطق أخرى في الجليل الغربي، وكانت من بينها صواريخ مضادة للدروع وصواريخ عادية، وأيضا قذائف هاون استخدمت بكثرة في الأيام الأخيرة على الحدود الشمالية، تحديدا من قبل حزب الله نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية، لأن قذائف الهاون يصعب على القبة الحديدية التصدي لهذه النوعية من الصواريخ التي هي قصيرة المدى وتعمل بمديات من 4 كيلومترات وحتى 20 كيلومترا، وعادة ما تحقق إصابات مباشرة إذا ما وقعت في صفوف الأفراد وفي صفوف الجيش الإسرائيلي. لذلك يتم استخدام هذا النوع من الأسلحة تحديدا في المناطق التي تقع على مقربة من المواقع العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل في حالة تأهب على حدودها الشمالية، وهي أيضا تقوم بنشر القوات منذ 8 أكتوبر، ولكن أيضا نشرت عشرات الحواجز وتقوم بإغلاق عدد من الطرق، وذلك وفقا للتحديثات الميدانية. في كل يوم يتم نصب حواجز جديدة على طول الحدود وأيضا نشر للقوات الإسرائيلية، ولكن بخصوص التصريحات السياسية لا جديد حتى هذه اللحظة. غالبية التصريحات هي عبارة عن تهديدات لحزب الله وتهديدات بتوسيع هذه إذا ما تم توسيع هذه الجبهة بالرد بقوة على حزب الله، ولكن حاليا إسرائيل تقول بأنها تريد التعامل فقط مع جبهة قطاع غزة وهي الجبهة الجنوبية، وتؤجل عملية حسم هذا الصراع مع حزب الله، وذلك استجابة للضغوط الأمريكية التي طلبت من إسرائيل صراحة عدم المبادرة بفتح هذه الجبهة، على الرغم من وجود عدد من القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، كانوا جميعهم يدفعون نحو توسيع الضربة وتوجيه ضربات في العمق في لبنان، وأيضا المبادرة لضربة استباقية في الجنوب اللبناني. ولكن إذا ما أردنا الحديث عن التقديرات الإسرائيلية وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية وفقا لتقارير، فإنه حتى هذه اللحظة لا يبدو أن إسرائيل هي تعرف ما تريد من الجنوب اللبناني، أو لديها تصور بما قد يحدث على هذه الجبهة. هي تعمل في هذه الفترة في محاولة للرد على هذه الهجمات، وأيضا هي تبادر في بعض الأحيان لضرب أهداف في لبنان، وأيضا للذهاب لمحاولة اغتيال عناصر بارزة، إن كان في كتائب القسام أو من الفصائل الفلسطينية التي تنشط في الجنوب اللبناني. ولكن القيادة العسكرية تحديدا في القيادة الشمالية المسؤولة عن الحدود الشمالية هي تدفع نحو قرار من الحكومة الإسرائيلية بأن تعرف الحكومة ما تريد أو ماذا تريد من الجيش فعله في هذه نعم المنطقة، ولكن حتى اللحظة يتم التعامل كردة فعل وفقا للتعليقات على الأقل من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين. أحمد جرادات من الجليل الأعلى وعلي رباح من مرجي عيون مراسلي التلفزيون العربي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، شكرا جزيلا لكم.